اليوم حبينا يكون نوع يعني مختلف شوي كونه في فنانين من البرازيل باستضافة وزارة الثقافة، فحبينا نعرف أطفال اللي بيشتغلوا ضمن مهارات الحياة للبرنامج يتعرفوا على مدرسة جديدة من أنواع الفنون التشكيلية اللي هي المدرسة البرازيلية، وحبينا يكون كمان مختلف اليوم شوي إنه نعمل شيء تراثي نعرف أطفالنا والضيوف البرازيليين إن كان من خلال الخبز الصاج والفطاير والقهوة المرة. مشروع عم يكبر يعني سنة ورا سنة، هو بدأ من 2012 بمناطق محددة، حاليا صار المشروع مغطي البلد كلها وعم يحقق نجاح كبير، في تطورات كبيرة عم نشوفها مع هاي الفئة بخصوص تغيير سلوكهم وبناء مهاراتهم، صاروا قدرانين انه يعبروا عن حالهم، قدرنا نطلعهم شوي من الحاله اللي هن عاشوا فيها نتيجه ظروف الحرب الصعبه اللي مرقت على البلد. يعني الهوايات اللي عم نسويها عندنا الرسم، عندنا التصوير، عندنا الخط العربي، عندنا الرياضه، عندنا كل الاشياء، حتى الحرف اليدويه عم نلاحظ انه اي طفل كل واحد له ميول معين، فنحن عم نحاول انه نكيف الطفل نحطه ببيئه ما بدنا نقول قريبه للجو تبعه، لانه البيئه الجو تبعه صعب انه نقدر نعمل له اياها. I keep traveling in different countries. لقد سافرت إلى عدة دول ورأيت عدة ورشات عمل في الرسم والتلوين وزرت العديد من المتاحف، وفي سوريا رأيت أطفالا في الحقيقة سيصبحون فنانين عظيمين، لذلك أنا سعيدة جدا بزيارتي إلى دمشق وسأشارك الأطفال الرسم، وهذه التجربة أنا سعيدة جدا بها. أنا رسمت العلم السوري، رسمت عصافير وبيت وبحر، رسمت وردة وورق خضر، رسمت علم سوريا. سألهم طفلهم في أولها أجابوه خيمة سودا وبتزول، سألهم طفلهم في آخرها أجابوه خيمة سودا مزلول. هاد بيتك المربوط بحبال وهي حارتك صحراء وجبال، وكل مين سألك عن عنوان قلن ضاع أنا بالعنوان، لا عاد في اسم بابا على الباب، بابا استشهد ولا عاد في باب. دمشق يمتد فينا الحنين، فمن قاسيون إلى الغوطتين، إلى قلعة عمرها المجد والياسمين. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب سباح.